الحل قبل ما نمشيو الحل الساعة، أولا خلينا نشخص الوضع. اليوم فما أزمة ثقة واضحة بين في صلب النخبة السياسية وبين الأحزاب السياسية، ومن جهة أخرى بين المواطن والنخبة السياسية، وخلينا نقول بين المواطن وحتى المؤسسات. انعدام الثقة اليوم موجود. اليوم الحلول يجب استرجاع هذه الثقة. يعني الهدف العام هو هذية، وبش نوصل هذية هناك عدة خيارات، لأنه اليوم فما من ينادي بشارع وتصعيد وغيره. نحن نؤمن أنه الحوار والحوار السلمي، ويعني نشوفه في العنف والسيناريو المصري حقيقة مفزع جدا، ويعني نحن ننادي بالحوار والحوار السلمي، ونحن ننادي بأنه، وهذا كان موقف سيد مصطفى بن جعفر من خلال تعليقه بأشغال المجلس الوطني التأسيسي. هو كان معناها يعني قرار جريء جدا وشجاع، لأنه جعله وقف معناها على نفس المسافة من كل الأحزاب، وقام بدور هذا تسهيل. كيفاش نسهلوا الحوار؟ باش نسهلوا الحوار، اولا يجب ان نكون على نفس المسافه بين الاحزاب، وثانيا ان يكون معناها الارضيه تكون محضره مهيئه لذلك. ومن خلال الانشطه، ورغم معناها كل الضغوطات اللي تعرفوها وشاهدناها في المجلس الوطني التاسيسي ومن عديد من النواب، منك حتى جبهه شكلت في ضد هذا القرار، ورغم ذلك معناها هناك اليوم نفس التوجه. لن يعني هذا النشاط لا يمكن اليوم نرجع للمجلس الوطني التأسيسي إلا من خلال تهيئة الحوار. اليوم ثم خطوات هامة للحوار. الحوار يجب أولا أن لا يكون بشروط أو بخطوط حمراء وبخطوط، يعني اليوم شفنا اللي هذا عطل التصعيد من جميع الأطراف، كيف عطل. يعني اليوم احنا نذهب اولا الى ان يكون صوت الحكمه وصوت التعقل، ان نذهب وان نجعل جميع الفرقاء السياسيين معناها يقعدوا حول نفس مائده الحوار، وتكون هناك تصور لحلول. اليوم تكتل اقترح حلول. نعم. اقترح حلول، ولكن حلول يعني معناها اقترحنا حلول بالنسبه للجهاز التنفيذي، اقترحنا حلول بالنسبه لاشغال المجلس الوطني التاسيسي، اقترحته يعني اخر ما اقترحته في مجلسكم الوطني في سوسه الاخير، اللي يعتبر نقطه فارقه خلينا نقول في تعاطي التكتل مع الازمه في البلاد ومع الترايكة، حكومه غير متحزبه. هذه اقتطعت به العلاقه مع ما تذهب اليه طرفي الترايكة، طرفي الترايكة اللي هي النهضه والمؤتمر. حكومه غير متحزبه يعني خروج من الترايكة نهائيا. معناتها هو ديما نرجع للتشخيص. التشخيص هو أنه اليوم بالنسبة لأزمة الثقة، وخاصة احنا أهم يعني المرحلة القادمة اللي مشينا لها هي الانتخابات. يعني اليوم هناك أمور جوهرية وأولوية، أولا الأمن، وثانيا يعني تكونش نحبوا الانتخابات القادمة ما يصيرش فيها أي طعن من أي طرف. نحبوا الانتخابات القادمة ثلاثة يكون أحسن حتى من 23 أكتوبر. وبالنسبة لنا في الظروف اللي نشوفوا فيها، ومعناها بعد تشخيص الوضع من طرف السياسي والأحزاب السياسية، نشوفوا اللي معناها ما نجموا ننجحوا في هذا إلا من خلال حكومة معناها غير متحزبة. غير متحزبة اللي تكون أولوياتها هي أولا الأمن وحياد مؤسسة الأمن، وثانيا يعني مراجعة التسميات وتحييد الإدارة وتحييد دور العبادة، وحكينا حتى تحييد الجمعيات، وثالثا النبذ. كيف نقول نبذ اليوم؟ اليوم ثم يعني اليوم خلينا نقطع نهائيا ما تململ وما واحد وما كنا ننادي به منذ قديم. طيب. حل الروابط وحل المجموعات العنيفة والتي زادت تنادي بالعنف.